اخي مره تانية وبنبدا معاك باهم عناوين الاخبار النهارده مع الصحفيه امال عويده. صباح الخير. صباح النور يا مريم. عامله ايه؟ اعاني من الزحام. القاهره تشهد زحاما فظيعا وخاصه مع خروج اتوبيسات النقل العام كما تشير الجرايد في الاخبار اللي هتيجي. تكلي نقل ولا مدارس بقى وشغل؟ هي مدارس طبعا ده في الاساس لانه يعني عندنا بقى شعور جارف تجاه انه المدرسه لازم تلحقي في اللحظه الاخيره يعني مع ان المدارس معروف ميعادها بس هو كل الناس بتتاخر ما تعرفيش ليه. اهم العناوين اللي موجوده في صحف النهارده المصري اليوم الصفحه الاولى العسكري يقرر تعديل الماده الخامسه ويدرس حرمان قيادات الوطني من العمل السياسي عامين. المصري اليوم الصفحه الاولى 5000 قبطي يقطعون شارع رمسيس احتجاجا على حرق كنيسه اسوان. المصري اليوم الصفحه الثالثه المعارضه السوريه تقر وثيقه دستوريه تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. الشروق الصفحة الثالثة التفاصيل الكاملة لفض التحالف بين الوفد والإخوان. الشروق الصفحة الثالثة أيضا الكتلة المصرية تختار مرشحيها للانتخابات البرلمانية. الأخبار الصفحة الثالثة انتهاء أزمة هيئة النقل العام. الشروق الصفحة الأولى إضراب عمال النقل العام يتحول لاعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء. الأهرام الصفحة الأولى زمالك وإمبي في نهائي كأس مصر. مبروك للزمالك فيه. والاول مره امبارح اشوف شباب من الالتراس بتاع الزمالك خارجين بيقول فخور ان زملكاوي. قلت لهم طبعا على الاقل تبقى فخور انك مصري. فخوره امبارح بالالتراس. المصري يوم الصفحه الاولى بقى العسكري يقرر تعديل الماده الخامسه. طبعا العسكري المقصود بيه المجلس العسكري طبعا الاختصار للعنوان. الحقيقه كان في امبارح اجتماع على درجه كبيره من الاهميه شارك فيه كل رؤساء الاحزاب اضافه الى اعضاء المجلس العسكري الذي كل رؤساء الاحزاب ولا في احزاب لم تدع اساسا؟ لا يعني بصي خلي بالك هو ده بيدخلنا في مساله هو حزب تحت التاسيس ولا حزب معلن يعني في يعني مناطق كده رماديه مش محسومه بس خلينا نقول انه اتفق جميع رؤساء الاحزاب الموجودين على تاييدهم للمجلس العسكري فيما تم اصداره امس او تم الاعلان عنه من قرارات ستصدر زي مثلا القرار بتاع دراسه حرمان بتوع الحزب الوطني لمده عامين. واعتقد عامين دي فتره قليله بس يعني خلينا نقول ايه اول الغيث خطره. احنا يعني نتمنى ان احنا نعتمد على وعي الناس في ايمانهم انه عضو الحزب الوطني السابق لن يفيدهم لانه لم يفيدهم في السابق. وان كان عندنا مشكله كبيره جدا في المناطق المغلقه زي الواحات والمناطق اللي فيها قبليه زي الصعيد انه اساسا قيادات القبائل او قيادات العائلات كانت بتخش الحزب الوطني مش باعتبارهم مؤمنين بالحزب الوطني ولكنها من باب الوجاهه وانه لابد القبيله تبقى ممثله او العائله تبقى ممثله. اعتمدنا على الوعي الشعبي اعتقد ان المساله هيبقى فيها كلام لانه احنا لسه بنعاني من فكره ده تبعي فانا هسنده تبع الدين تبع الطائفة تبع العيلة تبع القبيلة. كلام كتير اتقال مهم امبارح اهمه مساله البرنامج الزمني. بقى عندنا رؤيه واضحه الانتخابات هتتعمل امتى. الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على المبادئ الدستوريه هيكون امتى. ترشح لانتخاب رئيس الجمهوريه هيكون امتى. كلها تفاصيل موجوده في كل الجرايد النهارده لانه الاجتماع كان على درجه كبيره من الاهميه. اعتقد ان هو بيحدد الشهور القادمه ايه الرؤيه هتكون فيها. وان كان طبعا المساله كلها فيها دراسات يعني سندرس سنرى لانه مثلا فكره السنتين للحزب يعني الوطني اعتقد في قرارات كتير قوي لسه مش قرارات بالظبط. ودي اعتقد انه يعني متروك برضو تشاور وتداول مع رؤساء الاحزاب مع الكتله المصريه. اعتقد انه كلام كتير هيتقال خلال الفتره القادمه. في هنا كمان خبر عن الكتله المصريه الشروق الصفحه الثالثه الكتله المصريه تختار مرشحيها للانتخابات البرلمانيه. نوضح بس ده على اساس ان قانون الانتخابات تتغير ولا ان القانون القائم الموجود دلوقتي وقتي اللي لسه ما غيرناهوش ولسه هيتم دراسته؟ هقول لك حاجه. هو الكتله المصريه اساسا هي بتعتمد على التيار السياسي المصري بتشارك فيه تقريبا كل الاحزاب والحركات السياسيه الموجوده بتمثل التيار السياسي في الشارع المصري. هي ابتدت تختار مرشحيها للانتخابات البرلمانيه ومنها احزاب كتيره موجوده ومعروفه ولكنها اسست طبعا بعد فتره ثوره يناير. الكتله المصريه بتصر على فكره الدوله المدنيه انه يكون في دستور بتتحدد فيه ملامح اساسيه لمصر. الحقيقة هم قايمين بدور فيما يتعلق بتنشيط الشارع السياسي بس على مستوى مرتفع برضو شوية يعني هم مش موجودين بشكل كبير في الشارع زي مثلا الإخوان المسلمين أو مثلا السلفيين. وطبعا هنا المسألة لها علاقة بنخبة وليها علاقة بالتواجد في الشارع اعتمادا على فكرة الدين. طبعا عارفين الشارع المصري وأهمية الدين بالنسبة له ويمكن ده له علاقة بالخبر الثاني اللي هو
5000 قبطي يقطعون شارع رمسيس احتجاجا على حرق كنيسة أسوان. طبعا ده مش أول يعني مشكلة فتنة طائفية تحدث الأسبوع اللي فات. بصي هقول لك حاجه مي، يعني خلينا واضحين، المجتمع بتاعنا بتحد قيم كثيره على راسها الدين. زي ما سمعنا، وخلينا نقول العهد على الراوي والعهد على الجرايد اللي احنا قريناها، انه كان في مكان بتقام فيه صلوات، الكنيسه بتقول انه الصلوات بتقام فيه من 80 سنه، شباب سلفيين، خلينا نقول شباب يعني على قدر من التطرف، رفضوا فكرة تجديد وإحلال المكان أو الكنيسة. حصل ضم مبنى أعتقد خدمي للكنيسة، يعني هو نفس الفكرة الأساسية. أنت واخدة تصريح الكنيسة بتعتبر دوت أنه هو يعني الشهادة الرسمية أن هي تقوم بدوت، بيعترض أهل القرية. وأنا هنا عايزة أناقش قضية مهمة جدا، الاعتراض على بناء بيقام ديني. فين بقى رؤساء القرية اللي احنا عارفينهم، العمدة والشيخ الغفر وكبارات البلد زي بالمصطلح المصري العادي، هم فين في اللحظة دي؟ هل الشارع متروك لشباب يقررون ما يتم يعني القيام به؟ المحافظ قال تصريح، الكنيسة رفضاه، في أخذ ورد يعبر عن التباس الصورة. بس أهم حاجة واضحة بالنسبة لنا أن في 5000، ده الخبر الأكيد، أن في 5000 خرجوا مبارح لرمسيس، ومنهم اتحاد شباب مسبيرو يعتصم قدام المبنى، مبنى الإذاعة والتلفزيون، للاعتراض على ما يحدث. لكن الاعتراض على ما يحدث ايه بقى اصل الحكايه؟ تفاصيل يعني في عارفه بيبقى مشدات، احنا زي ما حصل في سور الاطفيح مثلا، المساله بتشتعل لشائعات، اصل الكنيسه بتعمل سحر. طبعا كلام يعني في عليه نقول ايه، ضباب كتير، مش قادره انت تحددي موقفك. بس الحقيقي انه لو في تصريح الناس دي من حقها، لانه التصريح بيقرر ببساطه انه القريه دي محتاجه لمركز ديني خدمي للكنيسه. لو ما فيش تصريح يبقى المسألة فيها كلام تاني، وبتكشف عنه التحقيقات نتمنى في الفترة القادمة. المصري اليوم الصفحة الثالثة، المعارضة السورية تكرر وثيقة دستورية تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. واعتقد ان كل دولة بقت بتحاول تستفيد من الدولة اللي قبلها. لا، لان هو بشكل واضح حتى تحت شعار حتى نتعلم من الاخطاء التي وقعت فيها الثورة المصرية. احنا وقعنا في اخطاء بغض النظر عن ايماننا ويعني واعتزازنا بثورتنا المصرية، بس فيها اخطاء هناك في سوريا. وعلى الرغم من ان الصورة المنشورة في المصري اليوم النهاردة هي صورة لمجموعة من المنقبات، طبعا منتمين لتيار ديني بعينه، خارجين اتفقوا طبعا، وخلينا نقول مش هم يعني مش التيار اللي خرجت منه المنقبات هو اللي عمل الوثيقه دي، لكن الوثيقه دي تقدم بيها سمير العيطه احد قيادات المعارضه السوريه، بيقول ان جميع القوى السياسيه شاركت ونصت في قرارها دوت او المجموعه 18 بند دول على اهميه ان الدين لله والوطن للجميع، على اعتبار انه سوريا مختلفة عن مصر بشكل كبير. الطوائف عندها كتيرة، انت عندك علويين، عندك شيعة، عندك سنة، يعني عندهم دروز. احنا مثلا في مصر عندك مسيحيين مسلمين، المسألة مختلفة وواضحة. في سوريا ما ينفعش ان هو يقول الشريعة الإسلامية مصدر للسلطات، لاعتبارات كتيرة تتعلق بطبيعة الفسيفساء او الخريطة الدينية في سوريا. اعتقد ان هم ممكن يتجاوزونا، لان هم بيقوموا بثورتهم، هم بالفعل حطوا البنود التي ستعتمد عليها الثوره بعد نجاحها. احنا كنا مستنيين نشوف هيحصل ايه، لانه كان الوضع بالنسبه لنا ضبابي تماما. هم من حقهم ان هم يستفيدوا من الاخطاء، ويعني توجيه شكر واجب ليهم ان هم بيتجاوزوا مأزق الدين، لانه سوريا لن تنجح ثورتها لانها ثوره سنه على علويين ولا يعني ايا كان المسمى، لكن ستنجح لانه في نظام استبدادي قائم لابد من التخلص منه تحت رؤيه واضحه تقر ان دين الله والوطن للجميع. يا رب باذن الله. الخبر السادس والسابع يعني هما متعارضين، انتهى ازمه هيئه النقل العام واضراب عمال النقل العام ليتحول لاعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء. قلت لي ان ده اختلاف في الطلب. لا هو بس مش تضارب، هو ده التتابع الزمني للازمه. بالامس احنا عارفين ان الازمه مستمره من الاسبوع الماضي، اضربوا 45,000، اكتشفت النهارده انه عدد العاملين او الموظفين في الهيئه 45,000 كانوا مضربين عن تسيير الاتوبيسات حركه النقل العام. بالفعل هم اعتصموا في شارع القصر العيني، رفعوا لافتات، اخترعوا اشياء للتنديد بالبرعي الوزير. الحقيقه وصل الحل الامس على يد دكتور عصام شرف انه خصص 128 مليون للحوافز والاسابه وكل المشاكل الماليه المتعلقه
متعلقة على اعتبار ان هم يبدأوا العمل بداية من يوم. فهو الخبر مش متعارض، لكن هي كان بالفعل كان في إضراب وبالفعل انتهت الأزمة، ودي لم تلحق بها بعض الجرائد لطبيعة الطبعة الأولى اللي بتطبع غالبا الساعة 6 و7 مساء. ممكن يبقى الحل تم بعد هذه الفترة. تمام، أمال عويدة صحفية بجريدة الأهرام، بشكرك جدا. وأنا بشكرك جدا يا مي، نورتينا كل حد.